وعدكم مع إيت سمارت، واليوم موضوعنا كتير حلو. بأي عمر فينا نبلش الدايت؟ ولكن مثل العادة خبريتها لرندا والمسابقة. صباح الخير رندا. صباح النور ستيفاني. سؤال كل أم أكيد بتفكر فيه، بأي عمر فينا نبدأ؟ منبلش بالحليب الإكرامي إذا الولد عم بياكل كتير حليب وإتسترا، يعني موضوع كتير عن أخصائية التغذية. صح. أما منصير نحكي على أنه لازم يعمل رجيم، أما نعمل له رجيم ببيته، في كتير أوقات الطبيب رح يطلب من رجيم. الأهل يهتموا بأكلات ولادهم أكتر، أوقات بالمدرسة الأهل عم تزعل وقت المدرسة أما الطبيب يقول لهم في وزن زايد عند الولد، هذا كله رح نحكي اليوم. ولكن بدنا نبلش أكيد بباري لايتس كومبيتيشن، اللي هي كانت أي في أقل زنك، هل هو الشوكولا المر أما بزر اللقطين، واحدة منهم فيها أقل زنك. طبعا المشاهدين عم بيجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف أو ار دي اف رندا دنيا فهد أو باري لايت هيلث سنتر، وكمان فيهم بخلال أيامات أوقات يتسمعوا أما يقروا تيبس على الانستغرام رندا دنيا فهد. هلا نحن مش بكره رح نعلن النتيجه للرابح لانه بكره انا ماني موجوده. أوكي. رح تتاجل لاسبوع الجاي. الله راد. خبريتي ستيفاني لها علاقه بالام الامراه الحامل وتاثير اكلها على الجنين. هلا نحن صار لازم يكون معروف عند الامراه الحامل انه هي عن جد اللي بتاكله، مش انه بتاكل بس لها والبيبي عم يكبر كيف ما كان، هذا شيء كمان عم ياثر على نمو البيبي. بنحكي عن كثير اشياء كيف هي ما لازم تنصح كثير، بنحكي عن اشياء اللي هي ما لازم تشرب الكحول و ما لازم تاخد مثلا لنقول كافيين، ولكن هون الدراسه كانت على اهميه انه شو بدها تاكل، وهالشيء لانه بده ياثر على بالبيبي رح يكون عم بياثر على البكتيريا الموجوده بالمصران كمان. نعم. فبخلال دراسه كانوا عم يعملوا احصاءات على شو عم ياكل الامات، وكانوا عم يفحصوا البكتيريا الموجوده بالخروج اما بالبراز، وتبين انه الامات اللي هن عم ياكلوا الميديترينيان دايت اما الاكل المتوسطي الصحي. اما الاكل اللي فيه اكثر فواكه وخضره هن عم يكون اكثر، الولد عم يكون عنده البكتيريا اللي هي عم تحمي جسمه، وخصوصا من الحساسيه وخصوصا حساسيه اللي هي ضد الرويه. أوكي. والاشخاص الامهات اللي اخذوا كثير لحمه هن الامهات اللي كان اولادهم معرضين اكثر ليصير عندهم حساسيات ومعرضين اكثر لمشاكل بالرئة. فهون وليش من وراء البكتيريا اللي هي نميت بأحشائهم، والبكتيريا اللي هن الجيدة أو المش جيدة ساعتها. نعم. اللي انعطيت للبيبز. رح ناخد وقفة كتير صغيرة مشاهدينا ومنتابع إيت سمارت. منتابع إيت سمارت مع رندا فهد، واليوم موضوعنا بأي عمر فينا نبدأ الدايت. رندا، اوكي، جواب كلنا سمع. جواب هو بدي الاهل يعرفوا، الاولاد يعرفوا انه الدايت معناته رجيم، يعني الرجيم الصحي، يعني نحن نكون ماشيين على نظام صحي. فاذا نحن ماشيين على نظام، ماشيين على نظام صحي، كل حياتنا لازم نعملها. ولكن فكره الدايت اللي انا بدي اقول له لكل ما اكل ابني شيء يكون عم عيط عليه وما تاكل، كون مفوتته فكره الحرمين، وكون مفوتته من عقده. هيدا الشيء اصلا ستيفاني تاين فكر انه كثير اشخاص هن كبار وبيعملوا رجيم وما بيزبط معهم، وبيعملوا رجيم بينصحوا وبيضعفوا. فهي اذا الولد فوتنا له هالفكره براسه، كل مره رح يبلش شيء هو مسمي حاله، اما نحن انعينه انه انت عم تعمل لا تضعف بالوزن، هو ما ضعف بالوزن، او نحن انعينه انه انت ماشي بنظام كثير كثير قاسي وما زبط معك، رح يحس حاله هو انه هو مزبوط فيلير، انه هو سقط ما مشي حاله بهيدا الرجيم، وهيدي الشيء تأثير له رح يكون كتير سلبي. هلأ بدي بلش لكن هون أولا أنه بأي عمر، مش بولا عمر، إذا نحن عم نفكر نكون عم نحرمه أما نكون عم نقصه أما نكون عم نحسسه لأنه اللي عم يعملوا شيء غير شكل.
والأكل الصحي أمتى بده يأكله؟ بده يأكل نظام صحي هو من أول ما يخلق. فإذا بدي هالشي يكون واضح لألكم. نعم. لكل العائلة. لكل العائلة. مشان هيك هون بدي أقول إنه أنا بهمني مثل ما الطبيب بهمه، مثل ما بالمدرسة كنا عم نقول بهمنا إنه الولد ما يكون عنده وزن زايد، لأنه الوزن زايد بعمر معين، إذا كان بعمر لنقول 4 سنين أو 6 سنين عم نحكي، لكن إذا كان عند الولد وزن زايد بهالعمر، هالولد بعمر 13 معرض إنه وزنه يزيد أكثر، وبعمر 18 وزنه يزيد أكثر، مشان هيك نحن لازم نهتم لإله. الشغلة الثانية بس أوقات الأولاد بس يبلشوا يكبروا هن بحسوا وهن بيريدوا، يعني أنه بيطلبوا أنه يعملوا حمية. فإذا إذا هو عم يكبر هو بعده ما عم نهتم له بأكله، ما عم يهتم بأكله، هذا معرض لأنه يكون عم ينصح أكثر وأكثر. بدنا نعرف أنه زيادة الوزن معقول تؤدي لمشاكل كتير صحية نحن بنعرف فيها، كوليسترول، سكري، اتسترا، لا مثل الأولاد مثل الكبار. في أولاد عندهم كوليسترول طبعا وضغط نحن مرتفع. ما منفكر انه الولاد بيصير عندهم كوليسترول 100%. النصاحة عند الولد بتأثر كتير على رويه، وخصوصا عند الأشخاص اللي عندهم حساسية. بعدين كمان بتأثر على ظهرهم، ناهيك على الأشخاص اللي هن رفقاتهم فيهم يكونوا شوي عم يعلقوا عليهم أو كتير عم يعلقوا عليهم. مزبوط. فالولاد هون بيصيروا رح ينزووا، ما بيعودوا يطلعوا ويروحوا على الأكتيفيتيز اللي أصلا بنعملها. سو نحن مشان هيك كله لازم أكيد نهتم بصحة ولادنا. هلا اول شغله بدي اقولها، بنلاحظ بين اولاد بالاعمار اللي عم نحكي عنها، عم بحكي من عمر 2 و3 و4 ولاحكي لعمر 13، بتلاحظي انه الولد اللي هو كتير حريك والولد اللي عم يعمل رياضه، هيدا ولد اقل عرضه لانه يكون عنده زياده وزن من الولد اللي قاعد كل النهار. مشان هيك نحن اول شيء بنشجع الاهل انه لازم ولدكم يكون عم يحرك ويعمل رياضه. هلا هون بدي احكي شيء مع الاهل، عندنا نحن واجبات، يعني ما في يقول له اعمال رياضه وانا قاعد كل الوقت، او ما امن له المحل اللي بده يروح يعمل رياضه فيه، ما كمان هالشيء بده يتامن للولد. انا هون بحب الرياضه الجماعيه، يعني كيف هلا عم يكون في فوتبول عم نحضر كلنا، ففي الولد يكون عم يشترك انه يلعب فوتبول او يمكن باسكتبول، في اولاد كثير بنعرف التايكوندو، الكاراتيه الى اخره، فهودي رياضات صحيح بدنا نحن نوصل اولادنا، بدنا يكون عندنا الافورت انه نحن الطاقة ولازم نعملها، نكون عم نوصلهم ونكون عم نجيبهم. هيدي بالقليلة عنا إياها المرتين بالأسبوع. بدنا نحمسهم، إذا كنا بمحل قاعدين هلأ بالجبل يكون عندهم بسكليت، إذا كنا بمحل يكون في بسين نحمسهم بدهم ينزلوا يلعبوا ينطنطوا بالبسين. فهني كل مرة الولد كان عم يحرك هالشي عم بيساعده كتير كتير كتير. فهيدا رقم واحد. رقم اثنين بدي أحكي هو عن طبخ البيت. فإذا نحن بالفعل بدنا نساعد أولادنا، بدها تبلش فينا، نحن بدنا نطبخ أكل بالبيت وبدنا نوفر له الأكل الصحي. إذا هو وعي على الأكل الصحي راح يكون عم يأكل، يعني إذا هو فتح البراد شاف هالبندورة الكرزية هينة بيمسكها بيأكلها، إذا كان شقفة بندورة كبيرة الولد ما راح يشيلها وقصقصها، إذا كان خيار أما الجزر مغسل مقصقص كمان رح ياخذوا ياكلوا. فنحن نوفر له هالأشياء. الفواكه، إذا نحن بدنا ياكل فواكه خلينا نحدد لهم وقت لأولادنا، يعني يمكن قبل الظهر هلأ بالفرصة أو يمكن بعد الظهر يكون في صحن الفواكه يكون موجود، فالولد بيصير بده يلقمش لأنه الولد بطبيعة الحال لازم يلقمش، فبيكون عم ياخد قطعة الفواكه. وثالث شيء أنه نحن بدنا نطبخ أكلنا بده يكون صحي مثل ما لقلنا هو للأولاد، وأكيد أكيد بدنا نكون كتير عم نخفف من الدليفري. بإحصاءات بيّنت أنه من سنة 1955 زمان لهلأ كل شيء بنجيبه delivery food زايد بوحداته الحرارية بنسبة من 200 ل500 وحدة حرارية زيادة عن ما من زمان كانوا يأكلوا. فإحصائيا تبين بالعالم أنه الأشخاص وخصوصا الأولاد هون عم بيحكي عم يأكلوا 200 وحدة حرارية عن ما كنا نحن أو قبلنا أو قبل عم يأكلوا، مشان هيك هن معرضين لزيادة الوزن. فإذا تأمين الأكل الصحي بالبيت هو شيء كتير ضروري. وشغلة كتير مهمة رح يدهمني الوقت وأنا عندي كتير إشياء أقولها،
كثير اوقات الامهات بيجيبوا لي اولادهم، اكيد انا هون مش غلط يجيبون عند اخصائي التغذيه، بالعكس بحمسكم لانه انا بدي اكون عم علمهم انه نحن بدنا ناكل صحي حتى ما ننصح. مش هدفنا نضعف 5 و10 كيلو، اول هدف هو ما بدنا ننصح ويتعلموا كيف ياكلوا، نتعلم ناكل صحي، وهي ما عم ياكلوا صحي بطبيعه الحال لانه الاولاد بدهم يظهروا من البيت كمان، ما راح يقعدوا كل الوقت بالبيت للام تهتم، هن لحالهم لازم يعملوا كنترول. فبالبيت شو هو الاكل الصحي، وقتها يظهروا هن كيف بدهم يعملوا كنترول. هلا من هون كمان الامات اللي بيجيبوا لي اولادهم او البيات، في اوقات كلمات بيستعملوها، حرام حرام شو؟ حرام بده يعمل رجيم، هو مش حرام نياله بده يعمل رجيم لأنه بده ياكل أكل صحي، أو مثلا خليكي رندا الطفلي في يعطي رجيم أنا ماني قادر أعمل، أما خلي ياكل فواكه أنا ولا ممكن حط فواكه بتمي، إذا الأم والبي ولا ممكن يحطوا فواكه بتمه بستصعب إنه الولد رح يتعلم ياكل فواكه، وإذا الولد من هو وصغير كان مأمن له هالطبخة البازيلا وجزر مع الرز أو اللي هو إلى آخره وما عنده تشويس تاني أو خيار تاني رح يكون تعلم إنه يكون عم يأكل هالأكلات. فإذا القضية بتبلش بهالسيتي مع الأهل. نعم، واللي بدي أقوله كمان الولد ما بدنا ننسى لازم يعمل سناك، فإذا الولد عارف إنه هو عنده سناك ما بعد يأكل كتير على وقعة معينة، عارف إنه بعد 2 3 ساعات أنا رح أرجع أكل، فسناكينج بين الأكلات عند الولد كتير شغلة مهمة. كمان الولد لازم نحدد له البورشن سايز تبعوله، فالبورشن هو صحنه اللي بده ياكله، مش ضروري يكون عم يزيد صحن تاني الا اذا الولد كان كتير كتير حرك. هذا الموضوع بعد لازم نكفي غير يوم رندا، خلص وقتنا لليوم. هاف ا نايس داي، وبنشوفك الاربعاء ان الله راد، مشاهدينا وقفه بنتابع سوا لك.